يعرفها الكثيرون بتواجدها الكثيف في الأحداث الملكية بجوار الملك محمد السادس، ولذكائها وجمالها اللافت يطلق عليها الناس لؤلؤة المغرب، ويحبها المغاربة جميعاً. وهي فتاة عادية من عامة الشعب، ولكن جمالها وذكائها واستقلاليتها سلبت قلب ملكهم على الفور وأعلن ارتباطه بها. لها أصول يهودية من جهة والدتها، ولهذا يعتبر الكثيرين أن زواجها من ملك المغرب كان بمثابة الزلزال الذي غير معالم القصر الملكي وقتها. لكنها لا تزال تشغل عقول الناس حتى اليوم، وحتى بعد مرور وقت طويل على زواجها من الملك محمد السادس، حيث أثار اختفاؤها مؤخراً عن كافة الاحتفالات الملكية والأنشطة الدولية جدلاً واسعاً وتكهنات كثيرة انتشرت. بعضها يقول أنها هربت من القصر، والبعض الآخر يتكهن بقتلها. فتابعوا معنا هذه القصة للأميرة الذكية التي أصبحت مثار جدل واسع ولقبت باسم الأميرة الشبح. ولدت سلمى بناني في 10 مايو 1978 بمدينة فاس. والدها كان يعمل مدرساً في مدرسة عليا، ويقال أن والدتها لها أصول يهودية، حيث تنتمي لعائلة بيسونا اليهودية. فيما تشير مصادر أخرى أن والدتها مغربية، يعتقد أنها تنحدر من أسرة الميرينيين الأندلسيين العبدلاويين من سلالة السلاطين الموحدين لملوك المغرب والأندلس. وتوفيت أمها بعد 3 سنوات من ولادتها بسبب إصابتها مرض السرطان. عاشت سلمى حياة بسيطة كطفلة يتيمة، وتلقت تعليمها بمدارس الرباط في المراحل الابتدائية، ثم تلقت تعليمها الثانوي في مؤسسة نموذجية تابعة لوزارة التربية. استطاعت في عام 1995 أن تحقق نجاحاً دراسياً باهراً أهلها للالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية، ودرست فيها 3 سنوات لتحصل على شهادة في الهندسة بالدرجة الأولى. بعد التخرج تم تجنيدها للحصول على وظيفة في شركة أون العملاقة لتنال راتباً شهرياً يقدر ب14,000 درهم. وشركة أون هي شركة مرموقة تملك العائلة الملكية 14% من أسهمها. بدأت سنوات حظها حين كانت من ضمن الخريجين الذين أعلن الديوان الملكي استقبالهم عام 1999 ليصبحوا في ضيافة عاهل المملكة وقتها، وأحبها محمد السادس على الفور وأعلن ارتباطه بها عقب وفاة والده الحسن الثاني. أعلن الزواج الملكي في مارس من عام 2002 وأنه سيقام حفل علني وليس حفل خاص على خطى التقاليد الملكية المغربية، وكانت سابقة في تاريخ الأسرة المالكة بالمغرب. كما تم دعوة 400 من العرسان المغاربة من جميع أنحاء البلاد للزواج بالتزامن مع الزواج الملكي، وفي خروج صارخ على التقاليد الملكية التي تفرض اسم أم الأمراء على زوجة الملك المغربي، تم تغيير هذا القانون الملكي لتمنح سلمى بناني في 22 مارس من عام 2002 لقب الأميرة سلمى، وتم إضافة اللقب للا إلى اسمها. كان زواجهما حدثاً مميزاً ليس فقط للمغرب بل في العالم أجمع، حيث تمت دعوة الكثير من الرؤساء والملوك لحضور الحفل، وحضر مندوبين من كل الدول من بينها الولايات المتحدة التي أرسلت بيل كلينتون لتمثيلها في الزفاف الملكي الأسطوري. كما أمضى الضيوف والرؤساء والملوك 3 أيام في المغرب ليشهدوا طقوس الزواج الملكي، وبدأت الأميرة تتصدر المشهد السياسي في المغرب بعد أن كانت زوجات الملوك يختفين عن الأنظار ولا علاقة لهن بالحياة السياسية ولا يظهرن أمام الضيوف من الرؤساء والملوك. وفي 8 مايو من عام 2003 ولدت الأميرة ولي العهد مولاي الحسن طفلها الأول، ثم في فبراير من عام 2007 ولدت ابنتها الأميرة للا خديجة. لفتت الأميرة الأنظار لعقود، وذلك لعدد كبير من الأسباب. فالأميرة ذكية ومتخرجة بشهادة في الهندسة، وهي أيضاً معروفة بكونها أم حريصة ومسؤولة عن أسرتها، وهي مشهورة بفطنتها وحسن تصرفها وجمالها الأخاذ. وتحب الأميرة قضاء وقتها بهدوء في منزلها بدار السلام بالمغرب، وكذلك قضاء بعض الوقت في الطبيعة،
وعلى الرغم بساطة منشأها معروفة بأناقتها الملفتة للنظر حيث تحب الأزياء الفرنسية، رغم أنها تركز على ارتداء القفطان المغربي لتمثيل بلدها في خير صورة. وقد حضرت حفل زفاف الأمير ويليام وكيت ميدلتون، وتم اختيار إطلالتها ضمن أرقى وأفضل الإطلالات في حفل الزفاف. الأميرة معروفة بحبها لعائلتها أيضاً، فهي دائمة الزيارة لأختها وجدتها، وغالباً ما تكسر القيود الملكية والبروتوكولات وتذهب إليهم دون حراسة، مما جعل البعض يصفها بالأميرة الشجاعة الواثقة من نفسها. وبعيداً عن حياتها الملكية، فالأميرة معروفة بأعمالها الخيرية، وأنها أسست جمعية لالا سلمى لمحاربة مرض السرطان، ومن المعروف نشاطها الواسع في محاربة السرطان بالذات، كونها فقدت والدتها في سن مبكرة بسبب هذا المرض. كما ساهمت في تعديل أوضاع المرأة المغربية، وعملت على تمكينها في المشهد السياسي والاجتماعي، حتى بلغ عدد النساء العاملات في الوزارة في عهدها إلى 7 وزيرات. ومؤخراً اختفت الأميرة بشكل لافت للنظر، حيث سجل آخر ظهور لها في أكتوبر من عام 2017 خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للأمراض المزمنة برعاية منظمة الصحة العالمية، ثم إعلان القصر الملكي احتفالها بيوم مولدها 44 دون نشر أي صور لها، وهو ما جعل الكثيرين يتساءلون عن مصير الأميرة لالا سلمى التي اعتادت الظهور بجوار زوجها لتمثيل المغرب في صورته الرائعة. وعن هذا الاختفاء، نشرت مجلة فرنسية تقريراً حاولت فيه أن تفك لغز اختفاء الأميرة بهذا الشكل، خاصة أنها كانت حاضرة في كل مكان تقريباً على وصف المجلة. وأدلت المجلة عن قلقها باختفاء الأميرة بالصورة التي نشرها الديوان الملكي عام 2018، ويظهر فيها الملك طريح الفراش ويحتفل بنجاح عملية خطيرة في القلب وبجواره أبناءه وإخوته. ولم تظهر الأميرة لالا سلمى في الصورة، رغم أن العملية كانت تجرى للملك خارج البلاد، ولم تضم صورة زوجته كونها لسنوات طويلة اعتبرت داعمة كبيرة له ومن أقرب المقربين له. بدأت على الفور الشائعات في الانتشار حول مصير الأميرة، من بين الشائعات أن البعض قال أنها ذهبت للمنفى في الولايات المتحدة، والبعض الآخر قال إنها كانت في جزيرة كيا اليونانية وأنها كانت بصحبة ابنها، فيما رفضت ابنتها خديجة الذهاب معها بينما كان الملك يجري هذه العملية الخطيرة. وبعض الشائعات تحدثت عن هروب الأميرة من المغرب، فيما تحدث المحامي الفرنسي للزوجان إيريك ديبون موريتي، وأشار في حديثه بلقب الزوجة السابقة على الأميرة لالا سلمى، وهو ما أكد للناس شائعات طلاقهما بعد 16 عاماً من الزواج. ولم تنتهي الشائعات عند ذلك الحد، فقد نشر الكثيرين تكهنات حول مقتل الأميرة وقتلها في القصر الملكي من قبل لالا حسناء أخت الملك محمد السادس، المعروفة بقوتها ورغبتها المتزايدة في السيطرة على القصر الملكي. كما أعلن موقع الواقع الجزائري أيضاً أنه يتكهن بأن تكون الأميرة قد قتلت بعد طلاقها من الملك، وذكر الموقع أنه تم استجواب الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الشأن، خاصة مع اختفاء الأميرة بشكل غريب وغير مفهوم. وأضاف الموقع أن هذا السيناريو من اختفاء الأميرة هو الأكثر ترجيحاً نظراً لمعرفتها بالكثير من الأسرار الملكية، والتي من المحتمل أن يخاف الجميع على انتشارها وخروجها للعلن فور خروج الأميرة من القصر الملكي وإعلان الطلاق رسمياً. وأضاف الموقع عدداً آخر من سيناريوهات النهاية للأميرة الملكية ترجح أنها ربما تكون ضحية طعنة غادرة من لالا حسناء أخت الملك محمد السادس بعد مشادة كلامية حدثت بينهما. ودلل الموقع على ذلك بمرض الملك الذي ربما أصيب بسبب الخلاف الكبير بين زوجته وأخته، وهو ما جعل زوجته تختفي من صورته على فراش المرض، خاصة أن دخول الملك للمستشفى جاء تزامناً مع اختفاء الأميرة. وبرر الموقع هذا الخلاف بين الأميرتين بأن الأميرة لالا حسناء كانت دائمة الغيرة من زوجة أخيها وتكن لها العداء، وأنها معروفة بطموحها ورغبتها في السيطرة على شؤون القصر وأن تكون هي واجهته الأنثوية الوحيدة، وهي المكانة التي لم تكن أبداً ممنوحة لها بفضل وجود لالا سلمى زوجة الملك
في كافة المناسبات والاحتفالات. ولهذا فمن المرجح أن تكون للا حسناء شعرت بالغيرة واختارت أن تنهي حياتها وتقتلها. وبالرغم من كل هذه السيناريوهات، إلا أن القصر الملكي لا يزال صامتاً ولا يريد التعقيب عن صحة أو خطأ أي من هذه الشائعات.